هوية بريس نحو إعلام هادف. فوي كاتب عام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما لاحظتوا معنا اليوم وحضرتوا معنا كان توقيع ديال الاتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسات ميد أور. هي مؤسسة إيطالية تتكون من مجموعة من المؤسسات الاقتصادية في إيطاليا. هذه المؤسسة غادي في إطار الاتفاقية اللي توقعت اليوم غادي تمكننا من واحد العدد ديال المنح لفائدة الطلبة المغاربة اللي غادي يمشيوا يقراوا في إيطاليا في الجامعات الإيطالية، وكذلك غادي تمكننا كذلك من الاشتغال مع هذوك المؤسسات الاقتصادية اللي كتشكل هذه الفونداسيون، هذه المؤسسة ميد أور. هذا الشيء كله تيدخل في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اللي فيه واحد الركيزة الأساسية اللي هي الدعم الحركية الدولية للطلبة والأساتذة والباحثين. إذن هذه فرصة وكذلك باش نعطيو واحد المجال للطلبة ديالنا باش أنهم يديروا هذه الحركية، ومادام أن كان منح فالطلبة المغاربة غادي يستفدوا من هذه المنح. شكرا. هوية بريس نحو إعلام هادف.